هي ماشي ما كاين والو فهمتيني، كاين كاين اون باز اللي حتى كندخل الاستوديو وكتبدا وكتجيك عاوتاني. المهم حيت كما كتعرفي ما زعما لا كونسونطراسيون ديالي ماشي كامل عاطيه للموسيقى، ماشي بحال يعني كاينين بزاف ديال لي زارتيست اللي غير دي زارتيست، يعني داكشي اللي كيعرف يدير هو الموسيقى كيبقى نهار وليل في الاستوديو. هادشي درناه في 2003 4 5 داكشي. دابا ربما عندي دوطغ بريوريتي فهمتيني، دونك ما بقيتش عندي ديك الحاجه انني خصني ضروري نخرج البوم باش نتسمى. نو الموسيقى كنديرها فهمتيني غير بور لو بليزير دابا، زعما ما بقاتش لا بروفيسيون ديالي. قبل ربما كانت فريمون شي حاجه اللي كلشي كان كيمشي غير فيها. دونك ان شاء الله ملي غيوجد داك الالبوم على اش كيقول على نار مهيله غادي يخرج ان شاء الله، وانت غتكوني انت من الاولين اللي غتوصل. لا هي دابا كاين واحد الموسيقى تبدلات فهمتيني، وهذا الشيء ماشي غير في المغرب، في العالم كامل طيب ما في امريكان ولاو دي كود. دابا الا جيتي تشوفي لا رابور مثلا في امريكان غتلقاي واحد خونا كيقول ليه لي البومب داكشي اي كيديرها ميو فهمتيني، كتلصق فهمتيني الفيوز اللي ما يلصقهمش واحد اللي فعلا باغي يقول شي ميساج. دونك الموسيقى راه تبدلات. انا بالنسبه ليا من غير انني وقتي ما بقاش كامل ديال الموسيقى، كاينين شي حوايج اللي ما نقدرش نديرهم، ما نقدرش نصبغ الحيتي بالغوز فهمتيني. الوغ كو دابا هاد الموسيقى كيفاش ولات وحتى لو بروفيل دارتيست اللي ولا ربما خصو واحد لوداس اللي بالنسبه لي انا ما بغيتوش فهمتيني. جو بريفير نبقى في هاد لو ستاندينغ ولا هاد ليماج ديالي. كاين شي وحدين اللي يلاه بادين ربما ما غيفكرش صبغ ليا بالغوز فهمتيني بالموف هذاك الشيء اللي ولا. دونك مزيان، انا ماشي كان ما كان زعما ماشي كنلوم شي واحد، مي الموسيقى دابا ولات بحال هكاك ولا داك اللوك. داك اللوك ما تعجبنيش ما بغيتش نديرو. الوغ في جداد فات ميدزو جبت توتالوغ توتو مزيان. شكون اخر في الدراري بيان سور شايفين دروس راه كاين بزاف تبارك الله. شوفي شي كاع دوك اللي كتدخلي كتلقاي في فيسبوك محيحين وموسيقتهم نقيه راه فهمتيني تعجبوني.